رغم صعوبة الأحداث، ولكن على مر الزمن ما نقدرش نقلل من ذكاء الشعب الفلسطيني في انه يحارب لبلده، حتى لو الامر تطلب انه يحارب بالبطيخ ويبقى رمز للمقاومه الفلسطينيه. طب ازاي؟ انا هقولك. بعد حرب 1967 منعت دوله الاحتلال ان اي فرد يرفع علم فلسطين جوه الاراضي الفلسطينيه، واللي كان بيعمل كده كانوا بيعتقلوه. ده حتى ساعتها الفنانين التشكيليين اتمنعوا من إقامة أي معارض لرسومات ليها علاقة مباشرة عن فلسطين أو استخدام العلم الفلسطيني في أي رسمة. طبعاً ممنوع نشر أي صورة فيها العلم الفلسطيني أو أي إعلان يكون فيه العلم. فبعد ما وصل الموضوع لحيطة سد، كان لازم يكون في حل بره الصندوق. فالفلسطينيين رفعوا بدل العلم البطيخ كشكل من أشكال المقاومة. ركز كده، أخضر أبيض أحمر أسود، علم فلسطين. أهمية البطيخ بقت سياسية، بقى رمز للاحتجاج وشكل من أشكال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ده حتى المواطنين الفلسطينيين كانوا بيستخدموه كرمز برا بلدهم عشان يبقى مفهوم أهمية وجوده كجزء من المقاومة الفلسطينية. بس طبعاً هم موقفوش عند كده، لا، استخدموا رمز البطيخ على اللبس بتاعهم وكمان اليوفط في الشوارع والكتب. مهما حصل هنفضل مؤمنين إن ذكاء الشعب الفلسطيني وثباتهم على موقفهم بيأكد حقهم في الأرض. ومهما عدت الأيام، كل الأجيال لازم تفهم إن البلد دي ملك شعب واحد مهما اختلفت مساحتها.